أعلن حزب الله قصف تجمع لجنود إسرائيليين داخل بلدة مارون الراس جنوب لبنان برشقة صاروخية، وذلك على وقع مواجهات مستمرة بين الطرفين منذ أسبوع وغارات كثيفة على الضاحيات الجنوبية. يأتي ذلك بينما تبنى الحزب قصف عدة مواقع إسرائيلية في جنوب لبنان وفي شمال إسرائيل عبر بيانات مختلفة. وكانت مصادر إسرائيلية أعلنت 10 أشخاص جرحوا في حيفا، بينما أصيب آخر بجروح بالغة في طبرية من جراء قصف صاروخي لحزب الله. أكد مسؤول في حزب الله أن استمرار الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية يعرقل عمليات البحث عن رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله هاشم صفي الدين، وذلك عقب الغارة التي استهدفته يوم الجمعة الماضي. وكان حزب الله قد أكد انقطاع اتصاله بصفي الدين، لكنه لم يؤكد نبأ مقتله. غموض يخيم على مصير رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله هاشم صفي الدين بعد مرور عدة أيام على الغارة التي تقول إسرائيل إنها استهدفته بالضاحية الجنوبية لبيروت يوم الجمعة الماضي. فبخلاف العمليات الإسرائيلية السابقة والتي استهدفت العديد من قادة وعناصر حزب الله، لم تحسم إسرائيل أو حزب الله مصير صفي الدين الذي كان ينظر إليه على نطاق واسع على أنه خليفة الأمين العام السابق حسن نصر الله الذي اغتالته إسرائيل في نهاية سبتمبر الماضي. فحزب الله قال إن الاتصالات مع صفي الدين مقطوعة، وإن الضربات الإسرائيلية المكثفة على الضاحية الجنوبية تمنع رجال الإنقاذ من تمشيط موقع الغارة التي يعتقد أنها استهدفت موقعاً تحت الأرض كان يوجد به صفي الدين. كما وبخلاف عمليات سابقة، لم تؤكد إسرائيل بشكل قاطع حتى الآن نبأ مقتل صفي الدين في الهجوم الذي وصف بأنه كان الأضخم على الضاحية الجنوبية، حتى أضخم من ذلك الذي أودى بحياة نصر الله، وتضمن إلقاء نحو 80 طنا من المتفجرات. وسيمثل مقتل صفي الدين في حال تأكده ضربة كبيرة أخرى لحزب الله بعد سلسلة الاستهدافات الإسرائيلية لقادة الحزب وهيكله التنظيمي، لا سيما أنه لم يكن يشرف فقط على الشؤون السياسية للحزب، بل كان عضواً أيضاً فيما يسمى بمجلس الجهاد الذي يدير العمليات العسكرية لحزب الله. ومع الاستهدافات الإسرائيلية المتتالية لقيادات صفه الأول، وبرغم أن مسؤولاً بحزب الله قال إن الحزب يدار حالياً بشكل مشترك داخلياً وإن قيادته متماسكة، لكن مقتل صفي الدين إن تأكد سيمثل مرحلة جديدة صعبة في اختبار الصمود الحالي الذي يواجهه حزب الله. قال بيان صادر عن حزب الله في ذكرى 7 أكتوبر إنه سيواصل صد الهجمات الإسرائيلية بالرغم من الأثمان الباهظة، واصفا إسرائيل بأنها غدة سرطانية في المنطقة لا بد من إزالتها ولو طال الزمن. وحمل حزب الله واشنطن مسؤولية ما تقوم به إسرائيل ضد الشعبين اللبناني والفلسطيني. وأضاف الحزب في بيانه أن قرار فتح جبهة إسناد غزة كان لدعم الشعب الفلسطيني وللدفاع عن لبنان، مشيرا إلى أن ما أسماه البيان بالمقاومة والشعب دفعا أثمانا باهظة ومكلفة. تعهد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي بتطبيق القرار 1701 كاملا لوقف الحرب. وفي مقابلة خاصة مع سكاي نيوز عربية، أكد ميقاتي التزامه بوقف إطلاق النار وبالموقف لوقف إطلاق النار، وأضاف أن بدء القتال لم يكن قرارا لبنانيا، وبالتالي فأنه غير قادر على وقفه. وقف إطلاق النار، نحن ما أعلننا فتح وقف إطلاق النار لحتى نوقف إطلاق النار، نحن ما بدنا إطلاق نار نقطة. أما 1701 هو الحل عاجل أنا مآجلا، ما في حل إلا تطبيق القرار الدولي رقم 1701 اللي بيؤدي إلى دخول تعزيز وجود الجيش اللبناني والقيام بمهمته ومساعدة قوات حفظ السلام في الجنوب لحتى نقدر نطبق وإزالة كل المناطق تبقى منطقة آمنة وسالمة للجميع. هيدا أتعهد فيه 1701 عندي. أما وقف إطلاق النار أنا ما أخذ قرار بفتح إطلاق النار لحتى وقف إطلاق النار بس، ولكن بالاتصالات اللي عم نقوم فيها ومثل ما عم برجع اقول مع رئيس مجلس النواب، نحن قادرين نقول اذا وقف اطلاق النار نلتزم بوقف اطلاق النار كاملا من الجانب اللبناني.
ونفى رئيس حكومة تصريف الأعمال لسكاي نيوز عربية تواصله مع حزب الله بشكل مباشر، مشيرا إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لديه قنوات اتصال مع الحزب، خصوصا فيما خص ضمانات على مبدأ وقف اطلاق النار وتطبيق القرار 1701 كاملا. أنا من ناحيتي ما في عندي تواصل، ولكن أنا تواصل مع الرئيس بري، ونحن أكدنا خلال اجتماع الأسبوع الماضي مع الرئيس بري أنه نحن نطالب وقف اطلاق النار فورا ونلتزم بوقف اطلاق النار. فبالتالي حتما الرئيس بري بيكون آخذ الحديث أو الضمان اللازم من هو فتح اطلاق النار. يعني لديه الضمان الرئيس بري؟ من طبيعي حتى نقول نطلع بيان مشترك، وحتى باجتماعنا أنا وياه، أنا والدولة الرئيس بري والوليد بيك جنبلاط كمان طلعنا هالبيان وأكدنا فيه على وقف اطلاق النار وال 1701 تطبيقه كاملا. وجه رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد بتسيير 6 رحلات جوية إضافية لنقل المساعدات الإنسانية إلى لبنان، وتضاف المساعدات الإماراتية الجديدة إلى 100 مليون دولار التي تم تخصيصها لمساعدة لبنان. كما وجه رئيس دولة الإمارات بتقديم مساعدات عاجلة إلى النازحين اللبنانيين إلى سوريا بقيمة 30 مليون دولار. من بيروت تنضم إلينا مفادتنا ليال سعد. ليال، نطلع منك على كل التطورات السياسية والميدانية في لبنان. على الموقف السياسي الأبرز كارولينا هو الذي أتى على لسان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي من السرايا الحكومية، والذي وصل إلى بيروت بطائرة محملة ب13 طنا من المساعدات. الصفدي حمل إسرائيل مسؤولية التصعيد، وأكد أن موقف الحكومة اللبنانية بات واضحا بتطبيق القرار 1701، وبالتالي التصعيد تتحمله إسرائيل. هذا في السياسة. أيضا كان هناك اجتماعا أمنيا أو وزاريا موسعا في السرايا الحكومية، خرج بعدها وزير الأعلام وتحدث أن إسرائيل ترفض أي محادثات لوقف إطلاق النار وهي مستمرة في هذا التصعيد. أيضا كان رئيس حكومة تصريف الأعمال رأس اجتماعا أمنيا ضم قائد الجيش ووزير الأشغال وأيضا وزير الداخلية للتنسيق وترتيب الأوضاع الداخلية وأيضا في مخص انتشار الجيش الإسرائيلي. من المفيد أيضا الإشارة إلى أنه الضاحية الجنوبية منذ ساعات الصباح تشهد هدوءا نسبيا، طبعا هدوءا حذرا، لم تسجل أي غارات منذ ساعات الصباح، كانت الأخيرة صباحا بعد ليل عنيف جدا طال على وجه الخصوص منطقتي برج البراجني وسانتيراز. ولكن من المفيد أيضا الإشارة كارولينا إلى أن المسيرات الإسرائيلية لم تغادر نهائيا لا أجواء العاصمة اللبنانية بيروت ولا حتى أجواء الضاحية الجنوبية. هو نوع من طوق جوي تفرضه المسيرات الإسرائيلية على العاصمة بيروت. هذا في مخص العاصمة. هنا أيضا إشارة أخيرة إلى أن وزير الخارجية الأردني سينتقل بعد قليل إلى عين التينة، مقر الرئاسة الثانية، ليلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري هناك. أيضا في مخص الجنوب سجلت سلسلة غارات منذ ساعات هذا الصباح بين هذه المناطق، نتحدث عن زوتر الشرقية، جرجوع، كوثرية الصياد، زفتة، إقليم التفاح وياطر. وأيضا كان هناك غارة على بلدة برعشيت أدت إلى مقتل 8 أشخاص حتى هذه اللحظة بحصيلة أولية في استهداف مبنى مركز الإطفاء التابع لاتحاد بلديات قضاء بنت جبيل. من المفيد الإشارة أيضا إلى هذا الموضوع. حزب الله حتى هذه اللحظة أصدر 6 بيانات عن عمليات قام بها عند الحدود الجنوبية. العمليتين الأهم ربما هي تلك التي تحدث عنها باستهداف تجمع لجنود إسرائيليين خلف بوابة بلدة رميش، واستهدفهم بصلية صاروخية، ويقول حزب الله إنه حقق إصابات مباشرة. وأيضا كان هناك بيان لافت وهو بموضوع استهداف تجمع أيضا للجنود في حديقة بلدة مارون الراس، قال إنه وجه أيضا صلية صاروخية وقام باستهداف وتمركز للجنود، أيضا استهدف جهل العلام وغيرها من المواقع الإسرائيلية. ولكن الأهم في هذه البيانات
هو الحديث عن حديقة مارون الراس ما يوحي وكأن الجيش الإسرائيلي تمكن من الدخول، علما أن هذه الحديقة هي متاخمة للحدود الجنوبية، وهو ما نراه أو نشهده منذ بضعة أيام. يدخل الجيش أو يدخل جنود إسرائيليون ويعودون أدراجهم باتجاه الأراضي الإسرائيلية. منطقة مارون الراس ومنطقة العديسة كفركلة هي هما النقطتين التي يعني تتم محاولات التسلل أو التوغل بشكل رئيسي منهما. وأيضا من المفيد الإشارة إلى بلدة العديسة وكفركلة، وهي معروفة بعمق الزجاجة لأنها الأقرب حدوديا بين الأراضي الإسرائيلية والأراضي اللبنانية. على أي حال المواجهات مستمرة، وأيضا هي مرافقة بمحاولات دبلوماسية. الحكومة اللبنانية تعلن موقفها بشكل صريح بمحاولة للوصول إلى وقف لإطلاق النار، ولكن حتى اللحظة يمكن القول أن حتى ما يمكننا أن نراه من تدفق للمساعدات يوحي وأن هذه الحرب يعني لا بوادر لانتهاء هذه الحرب بعد مرور سنة. شكرا جزيلا لك مفادتنا من بيروت ليال سعد.